والحمد لله رب العالمين، سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا سيدي يا أمير المؤمنين يا أول مظلوم يا شهيد، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم وفاز من اعتصم بكم، يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. شهر الصيام، شهر الصيام به الإسلام قد فجع، وفي رزيته قلب الهدى انصدع. شنو من ليلة هاي الليلة؟ ليلة قدر وليلة جرح أمير المؤمنين بقلبك، وين ما تكون تقطع الكلام، تتوجه تسمع القصيدة، تحاول أن تبكي على أمير المؤمنين شفيعك يوم القيامة. شهر الصيام به الإسلام قد فجع، وفي رزيته قلب الهدى انصدعا. شهر الصيام بكت عين السماء دما، فيه وجبريل ما بين السماء نعى، يا اليوم بسيف أشقى العالمين هوى. شخص الوصي وفي محرابه صرعا، يا اليوم الهادي وفاطمة ثكلا، وعليا نزار سورها انصدعا. اليوم فلتسكب الأيتام عبرتها، ولتترك الصبر لكن تصحب الجزع. يا هذا ابن ملجم قد أردى أبا حسن، يا فهل درى اليوم من أردى وما صرعا. والله سيف أصيب به رأس الوصي وقد
يا أصاب قلب الهدى والعلم وايم يا الورع ما بالها ما بالها من يومه هجعت مضر يا وبعده الدين والإسلام ما يا هجع سيدي سيدي منه غيرك منه غيرك يا علي أردبن والدرجيس سيدي منه غيرك أردبن والدرجيس ومنه غيرك طيع الجن والإنيس ومنه غيرك يا علي رد الشميس من المغيب وحاجته وحاجه يا علي انت يا سيف القروم بيمنتك وانت يا هيبة الباري هيبتك شلون ابن ملجم لفه وهطر هامتك والله شلون ابن ملجم لفه وطر هامتك وخضب المحراب من ندمه والله شلون ابن ملجم لفول اختشى وهاياب وخضبك بدماك يا داحي الباب سيدي سيدي مصيبتك بقلوبنا اليوم الحسايب لا تظن يا أبا الحسن ننساها والله لا تظن يا أبا الحسن ننساها لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قال الله العظيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد آمنا بالله صدق الله العلي العظيم لقبول المجلس تعجيلا لفرج المولى صاحب العصر والزمان ارفعوا أصواتكم بذكر محمد وآل محمد حينما يمر الإنسان الذي يبحث عن المعاني السامية والنبيلة حينما يمر في تاريخ البشرية ما يمكن أن يجد شخصية كشخصية علي صلوات الله وسلامه عليه التي حملت كل معاني السمو والرقي والأخلاق التي يجتمع عليها المجتمع البشري مرة يراد أن ينظر أو أن ينظر إلى علي كإمام معصوم مفترض الطاعة له خصوصيات إسلامية خصوصيات مذهبية ومرة ينظر إلى علي بما هو إنسان يحمل سمات النبل
وسمات الإيثار وسمات العطاء، يحمل الأخلاق بكل معانيها. إذا نظرنا إلى علي الإنسان صاحب هذا العطاء منقطع النظير، تشوف نقف أمام هذه الشخصية العملاقة وقفة إجلال وإكبار واعتزاز، لأن علي الإنسان لا يختص بدين ولا يختص بمذهب ولا يختص بقومية، وإنما علي يمثل الإنسانية الكاملة بأروع صورها وأكمل صورها. الآن من تمر أنت وتريد أن تتغنى بأي سمة نبيلة تعتبرها سمة مهمة، على سبيل المثال تمر أنت مثلا جنابك الكريم بالعدالة التي يتغنى بها العالم ويسعى إليها البشر، ترى أن نموذج العدالة الأروع والأسمى في تاريخ البشرية، واحدة من أنبل صور تجسيده كانت تمثله شخصية علي بن أبي طالب. ماكو عدالة، ماكو إنسان يبحث عن العدالة إذا جاء إلى تاريخ علي واطلع على دور علي إلا ووقف وقفة إجلال وإكبار، إلا وشغفه حب علي وتعاطيه بعدالة منقطعة النظير. لاحظ كلمات أمير المؤمنين اللي تمثل القمة في موضوع العدالة. أمير المؤمنين يقول أنا ما أقدر مو أظلم إنسان وإنما أظلم حيوان، ما أقدر، والله لو أعطيت الأقاليم السبع بما تحت أفلاكها على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلب شعير ما فعلت. هذه كلمة تستوقف كل منصف وكل باحث عن العدالة لما يأتي إلى هذا الجبل الشامخ، يشوف هذه الكلمات المؤثرة العميقة. علي يقول هاي الدنيا وغير الدنيا، الكون والأفلاك لو أعطيت لي في مقابل شنو؟ في مقابل أن أسلب نملة جلب شعير. هذا بمقياسي أنا وإنت ظلم؟ إحنا حتى ما نشوفه ظلم، إحنا مو مستعدين ندعس على ندوس على نملة، لا، مستعدين ندوس على بشر ونعبر مراحل بعضنا ويعتدي بعضنا على البعض الآخر من أجل فرد موقع، من أجل فرد منصب، من أجل فرد مكانة في المجتمع. علي بن أبي طالب يقول هذا المقدار من الظلم في نظري لا أفعله حتى وإن كان جزاؤه الأفلاك بما فيها. وهذه عدالة علي، مو عدالة كلام. لا، علي صاحب مواقف. المشكلة البعض من الناس بالحكي خوش يحكي، لكن بالمواقف العملية كنت تختبر محك الرجال الموقف. علي بن أبي طالب في المواقف كان أيضا القمة في العدالة، يعدل مع الغريب ومع أخوه عقيل. هو الذي يقول أيها الناس لقد جاءني عقيلا ومعه صبيته، شعث الشعور غبر الوجوه، سودت وجوههم بالعظلم من شدة الفقر، فاستماحني من بركم صاع. اجاني بهالحالة. هو أمير المؤمنين يصف الحال، يقول أولاده بهالوصف، شعث غبر مسود وجوههم من الفقر، ايش طلب منا عقيل وهو أخوه الأكبر؟ طلب منه شوية يزوده من العطاء،
شنو كان رد علي بن أبي طالب؟ فأحميت له حديدة فأدنيتها منه، فلما أحس بحرارتها أن منها، فقلت يا عقيل ثكلتك الثواكل، أتئن من حديدة أحماها إنسانها للعبه، وتجرني إلى نار سجرها جبارها لغضبه؟ أتئن من الأذى ولا أئن من اللظى؟ عدالة علي إلى هذا المستوى. لذلك الإنسان المنصف، الباحث المنصف، إذا أراد أن يبحث في التاريخ عن إنسان يحمل صفات الإنسانية بأعظم ما يمكن أن تحمل، لا يمكن أن يتخطى تاريخ علي بن أبي طالب وعظمة علي بن أبي طالب. علي القدوة، علي الذي فدى الإسلام بنفسه وحارب الأناة، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. في الرواية عن الإمام الباقر أنها نزلت في حق علي عليه السلام حينما بات في فراش النبي مدافعا عن النبي الأعظم، نزلت هذه الآية تكريما لعطاء علي الذي كان يمثل القمة في الشجاعة والقمة في الإيثار والقمة في العطاء. علي القدوة في كل جوانب حياته، علي القدوة في الزهد في الدنيا. رقعت مدرعتي حتى استحييت من راقعها، كان يرقع ثوبه ويحب من اللباس ما خشن ومن الطعام ما جشب، كان يخصف نعله ويتعامل مع الفقراء كأنهم أبناؤه، يعيش هموم الفقراء، بنى لنفسه كوخا من الطين. هذا هو علي بن أبي طالب. رب لسائل يسأل يقول احنا المطلوب من عندنا ان نقتدي بعلي عليه السلام، والاقتداء بعلي مستحيل. من يستطيع ان يجسد صور الزهد التي جسدها علي بن ابي طالب؟ منو يقدر يعيش على الخبز اليابس الذي يكسره بركبته؟ منو يقدر يأكل إدام واحد ما يقبل يضيفوا له إدام آخر؟ منو يقدر يكتفي من دنياه بطمريه ومن طعمه بقرصيه؟ من يستطيع أن يجعل عليا قدوة في حياته؟ لذلك من المستحيل أنه إحنا نتحدث عن علي ونقتدي بعلي، وهذا كلام ما بينفع لمجتمعنا. في معرض الإجابة على هذا السؤال الذي يخطر على بال البعض أجيب جوابين وأكتفي. الجواب الأول أننا أيها الأحبة حينما ننظر إلى علي الذي يمثل القمة في العطاء، إحنا كون يصير علي قدوة، مو المطلوب من عندنا أن نكون نحن أيضا القمة، لأن قضية الزهد قضية كما يقال مشككة، يعني نسبية، فيها مراتب، فيها درجات، فيها مراحل. إذا كان علي بن أبي طالب يمثل قمة تلك المراحل، يمثل الكمال في تلك المراحل، أنا وإنت مطلوب من عندنا أن نتدرج في سلم الكمال العلوي، أن نتدرج مع علي في ذلك الكمال الذي وصل إليه. هذا الجانب الأول. الجانب الثاني والمهم والذي أريد أن أركز عليه هذه الليلة، أن علي بن أبي طالب كان يمثل هذه القيم وهذه النبل التي تحمل روحا وتحمل صور. يعني زهد علي بي صور من الزهد وبي روح الزهد، اكو فرق. صور زهد علي
نعم هذه الصور قد لا يستطيع أحد أن يصل إليها. علي قمة، عبادة علي لها صور ما يستطيع أحد أن يصل إلى عبادة علي. إمام زين العابدين اللي هو زين العابدين وسيد الساجدين يقول: ناولوني صحيفة جدي أمير المؤمنين فينظر فيها فيقول: من يقدر على عبادتك يا علي؟ علي فرد مستوى خاص، لكن هذه العبادة لها صورة ظاهرية ولها روح. زهد علي له صور وله روح. روح الزهد أنا وإنت معنيين أن نتمكن منها، أن نصل إليها. علي بن أبي طالب يقول: أنا أدري وإنكم لا تقدرون على ذلك، ولكن أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد. علي يريد من عندك مو تلزم الصور اللي قام بها علي بن أبي طالب فحسب، لا، يريد منك أن تتغذى على روح الزهد. وروح الزهد أن لا تملكك الدنيا، حب الدنيا يطلع من قلبك، رأس كل خطيئة كما في الرواية، حب الدنيا. الزهد يعني ما تملكك الأشياء، أنت املك ماكو مشكلة، لكن الأشياء لا تملكك. صور الأشياء مو مهمة إبرازها. بعض الناس يبرز الزهد لكنه في الواقع ما يعيش الزهد في أعماقه، يلبس ثوب بسيط لكنه يتصارع على موقع، هذا في الواقع مو زاهد. الزاهد مو باللباس ولا الزاهد بالطعام، الزاهد اللي الدنيا ما تملكه ما تأخذ منه. فرد يوم العباد البصري يشوف الإمام الصادق في الطواف لابس ثوب راقي، فيقول: فمسك الإمام وسحبه جذبه إليه، قال: أتلبس هذا الثوب في مثل هذا المكان وأنت من أمير المؤمنين ابن، وذاك علي بن أبي طالب ثيابه شلون وانت شلون؟ فقال له الإمام الصادق: ويحك يا عباد، أمير المؤمنين لبس هذا الثوب في زمان كانت الأمور تفهم بطريقة مختلفة، في زماني لو لبست مثل أمير المؤمنين لقال الناس إنه مرائٍ مثل عباد البصري. شلون انت الآن مرائي لابس ثوب لكن الدنيا تملكت منك؟ قضية مو بالثوب. إذا كان زمان أمير المؤمنين زمان فقر، أمير المؤمنين صور الزهد عنده أن يتواضع للناس، يلبس مثل الناس، لكن مو مطلوب منك أنت في كل زمان أن تكون كعلي في صور الزهد، وإنما مطلوب منك أن تكون كعلي في روح الزهد، في حقيقة الزهد. رواية عجيبة عن الإمام الصادق أو عن أمير المؤمنين عفوا نفسه: ذهب لعيادة العلاء البصري الحارثي ابن عباد، دخل عليه وكان بيته بيتا واسعا. شوية استرعي انتباه الإخوة إلى هذه الرواية، رواية عجيبة، هي تفتح لنا آفاق وتبين لنا حدود وفوارق الزهد الصوري والشكلي والزهد الواقعي. دخل إلى داره، دار واسعة، قال: يا علاء، ما كنت تصنع بهذه الدار الواسعة؟ أما أنك أحوج إليها في الآخر. دار كبيرة شو تسوي بيها؟ ثم قال له: بلى، لو شئت وصلت بها الآخرة أن تقري فيها الضيف وتصل فيها الرحم وتطلع منها الحقوق، فإذا أنت وصلت بها الآخرة. دارك واسعة بالعافية عليك،
ماكو مشكلة. ما عند أمير المؤمنين مشكلة مع الدار الواسعة، الله موسع عليك عندك دار ما يخالف، لكن هذه الدار خلي تكون طريق موصل للآخرة، تقري فيها الضيف وتصل فيها الرحم وتطلع منها الحقوق مطالعها، فإذا أنت وصلت بها الآخرة. هذا الميزان الأول. فقال له العلاء البصري الحارثي ابن عباد، قال يا أمير المؤمنين إني أشكو لك أخي عاصم بن زياد. قال وما به؟ قال إنه لبس العباءة وتخلى عن الدنيا، صاير زاهد لا يبس عبايته وقاعد ببيته عايف الدنيا تارك الدنيا. قال علي به. فجاء العباد إلى أمير المؤمنين، أول ما شاف أمير المؤمنين قال يا عدي نفسه لقد استهام بك الخبيث. الله أكبر، عجيب، هذا زاهد، وإذا أمير المؤمنين يهجم عليه. قال لقد استهام بك الخبيث، أما رحمت أهلك وولدك؟ أظننت أن الله عز وجل أنعم النعم ولا يريد لعباده أن يتنعموا بها؟ أنت أهون على الله من ذلك. فقال له يا أمير المؤمنين هذا أنت في خشونة ملبسك وجشوبة مطعمك، أنت قدوة، أنا قاعد أسوي مثلك. قال ويحك إنك لست، إني لست كأنت، إن الله عز وجل فرض على أئمة العدل أن يتعاملوا مع الفقراء بهذه الطريقة الخاصة، إن الله عز وجل فرض على أئمة العدل وعلى أئمة الحق أن يكونوا مع الفقراء حتى لا يتبيغ بالفقير فقرة. أنا مسؤوليتي مختلفة، وظيفتي مختلفة، أنا قائد المسلمين، أنا إمام مفترض الطاعة، مطلوب مني أمور مو مطلوبة من عندك أنت. الله عز وجل أنعم عليك بالنعم، تنعم، هذا مو زهد. علي أمير المؤمنين يريدك تكون زاهد بروح الزهد، حقيقة الزهد، أن لا تملكك الدنيا. هذه رسالة أمير المؤمنين إلينا أيها الأحبة، لا ننظر إلى الظواهر، إحنا معنيين أن نتجسد أو أن يتجسد الإسلام في أعماقنا. كونوا دعاة لنا بغير ألسنتكم، أنت كن تعكس أخلاق الإسلام على أخلاقك، وإلا إذا تريد تصير صور الزهد عندك هذا يقال له مرائي، يقال له كذاب. وإلا علي بن أبي طالب، من مثل علي؟ من يوصل العلي بن أبي طالب؟ علي اللي طلق الدنيا، لقد أبنتك ثلاثا لا رجعة لي فيك، فعمرك قصير وعيشك حقير وخطرك كبير، آه من قلة الزاد. علي بمثل هاي الليلة، في الرواية أنه يقسم لياليه، يفطر ليلة عند الحسن وليلة عند الحسين وليلة عند زينب أم كلثوم. تقول مولاتنا زينب كان إفطار والدي عندنا تلك الليلة، فقدمت له طعام الإفطار وكان شيئا من الخبز وشيئا من الملح وشيئا من اللبن. علي، وين علي؟ أمير المؤمنين يقول نظر إلي وقال بني زينب لا تقدمي لي أدامين في
في طبق واحد. الله أكبر. شنو هو؟ لبن وملح يا أمير المؤمنين. لا تقدمي لي أدامين في طبق واحد، أتريدين أن يطول وقوفي بين يدي الله؟ يا يا تقول زينب رفعت أحد الإدامين واكتفى بالآخر. آجركم الله يا أرباب العزاء، بقي إمامكم هذه الليلة بين قائم وقاعد وراكع وساجد، وكان يكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وكان يخرج إلى صحن الدار ينظر في السماء، ينظر في النجوم ويقول هي هي الليلة، هي هي الليلة التي وعدنيها حبيبي رسول الله. بقي الإمام على هذا الحال إلى أن دنا وقت الفجر، قام إمامكم جدد وضوءه ولبس ثوبه وخرج إلى صحن الدار، وكان عنده أوز أهدين إلى الحسن، نوع من الطيور. أول ما رأينا الإمام صحنا في وجهه وتطايرنا بين يديه، فقال الإمام عليه السلام: صوائح تتبعها نوائح، والأمر يومئذ لله. مرحومة عبرته، قلبك مستعد؟ هاي الليلة يوم بالسنة، ها ننطيها حقها. الله أكبر. ثم أن إمامكم أراد أن يخرج من الباب، عالج فتح الباب فانحل مئزره، أخذ يشده ويقول: أشدد حيازيمك للموت، فإن الموت لاقيك ولا تجزع من الموت إذا حل بناديك، كما أضحكك الدهر كذاك الدهر يبكيك. وصل الإمام إلى المسجد، صعد إلى المئذنة، أذن في الناس يوقظهم لصلاة الصبح. أول ما صاح الإمام: الله أكبر. استفاقت الناس لعذوبة صوت علي عليه السلام. يا يا ما أدري أهل الكوفة يدرون هذا آخر أذان يسمعوه من أمير المؤمنين، هذه آخر صرخة من أمير المؤمنين. آجركم الله. ثم أن إمامكم نزل إلى محرابه استعد للصلاة، بدأ الإمام بصلاة النافلة. الإمام ضرب بالنافلة، قلبك مستعدها؟ آجركم الله يا مؤمنون، لما أهوى الإمام إلى السجود وإذا بهذا الخبيث ابن ملجم من خلفه. يا الله، شاهرا سيفه. لما رفع الإمام رأسه من الركعة الثانية، من السجدة الثانية، وإذا به أهوى بسيفه
على رأس الإمام. يا الله أين الصارخون؟ أيوا إماما، أيوا سيدا، أيوا عليا. وإذا بجبريل صاح بين السماء والأرض تهدمت والله أركان الهدى، انطمست والله العروة الوثقى، قتل علي المرتضى، ارتج الكون، انقلبت الدنيا. علي وهو في محرابه نادى بأعلى صوته: فزت ورب الكعبة. الله أكبر، الله أكبر. شنو من حالة بذيك اللحظة؟ وإذا بالحسن يقبل، الحسين يقبل، شافوا أبوهم مطبور بمحرابه، الدماء تسيل على رحيته الكريمة. صاح الحسن: أيوا أبتاه، أيوا عليا. صاح الحسين: أيوا سيداه، أيوا إماما. آجركم الله، حملوا أمير المؤمنين، شدوا رأسه بعصابة وجابوا إلى الدار. الحسن عن يمينه، الحسين عن شماله، قريب ما يوصلون إلى باب الدار، وإذا بأمير المؤمنين التفت قالهم: أولادي أنزلوني. قالوا له: أبا أنت مطبور، حملناك على رؤوسنا. قالهم: أولادي أنزلوني، إن أختكم زينب على الباية. أنا ما أريد أشوفني زينب بهالحالة، قلبها يتصدع: إن زينب على الباب، زينب على الباب. والله ونيت وصاحت يا المجبلين، هالشايلين وياكم منين؟ أنا خايف انطب عود يا طيبين، لما نسمع الحسن وحسين. صاحوا يا زينب زيد لونين، ايش صاير؟ لونين لونين لونين، ابونا انطبر والراس نصين، ويلي ابونا انطبر والراية نصين. والله بعيد البلا يا حامي الدين، يا مأوى الأرامل والمساجين. والله المساجين بدم راسك مخضب يا ابو حسين، ويلي بدم راسك مخضب. يا ابو حسين قوم اسمع لعند بناتك ونين، ويلي وقوم اسمع لعند بناتك. يا تكونين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. نسألك اللهم وندعوك بحق أمير المؤمنين عندك يا الله. اللهم لا تخرجنا من هذه الدنيا حتى ترضى عنا احسن عواقبنا يا الله. اللهم لا تخرجنا من هذا الشهر الشريف إلا بعمل مقبول وذنب مغفور، واجعلنا فيه من عتقائك من النار يا الله. اللهم عجل بظهور ولي أمرنا، واجعلنا من أعوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه يا الله. ليلة قدر، ليلة استجابة الدعاء،
إخواني الحاضرين السامعين، اللهم تقبل أعمالهم فردا فردا، اقضي حوائجهم، شافي مرضاهم، سيما المنظورين منهم. من سألنا الدعاء، إخواني اتصلون مرضى كثيرين يسألوكم الدعاء. أسأل الله أن يمن عليهم بالشفاء العاجل بمريض كربلاء زين العابدين يا الله، وإلى أرواح أمواتكم جميعا، ولا سيما إلى أرواح علمائنا الماضين وخدمة الحسين، وإلى روح الإمام الحكيم وشهيد المحراب وعزيز العراق وسفير المرجعية وسائر الشهداء من آل الحكيم وشهداء العراق، رحم الله من يهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.